قمرية جيجل في طبعتها الأولى تختتم بدار الثقافات بعد أن توج الشعر ديوانا للبوح وجمال الكلمة، وكان أحمد صلاي شاعر القمريات في ميلادها الأول. الأمر الجميل جدا في الجائزة أنه كانت منافسة كبيرة ما بين شعراء جزائريين لهم مكانة ولهم حظوة في الساحة الأدبية والساحة الشعرية. هذا يزيد من قيمة الجائزة وأنه يكون قيمتها أكبر، لأننا تقدمنا على شعراء بالثواني الأخيرة كما يكون في الرياضات القصوى. أنا سعيد جدا، أهديها لكل محبي الشعر. فضاء كان للشعر خالصا بحضور أمراء القصيدة في الجزائر، فيما لم تنسى قمرية جيجل رجال القلم في مسقط رأسهم بعد طول الغياب. أنا مسرور جدا بتكريمي في مدينة جيجل، وأشعر بأني عدت فعلا إلى مسقط رأسي مكرما معززا، وهي بادرة طيبة من أهل جيجل من مثقفيها. هي قمرية في ميلادها الأول تعيد لمدينة الألف شاعر حنين القصيدة ونشوة البوح في مدينة يستفزها الجمال فتبوح.